الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس الخامس من دورة السينما 4D. في الدرس ده هنتكلم عن الريندر. الريندر هو الإظهار المعماري. يعني إيه الإظهار المعماري؟ يعني كل الحاجات اللي إحنا هنعملها أو الشغل اللي إحنا هنعمله، سواء كان إضاءة، سواء كان ماتيريال، سواء كان موديلينج، النمذجة، الحاجات الأساسية اللي إحنا اتكلمنا عنها هتختم بالنسبة لنا بالريندر في كل الأحوال، واللي هيبقى شغلنا ملوش أي لازمة، لأن إحنا مش هنقدر نخرجه من برنامج السينما 4D. فيبقى إحنا دايما بنبدأ الشغل بتاعنا ببرامج 3D. في أول حاجة بنعمل موضوع الموديلينج اللي هو النمذجة، بعد كده نبدأ نحط الماتيريال اللي هي الخامات، بعد كده نظبط موضوع الإضاءة، بعد كده نعمل موضوع الأنيميشن بالنسبة لنا، أو ممكن يكون الأنيميشن قبل الإضاءة أو بعدها مفيش مشكلة، وبعدين المرحلة الخامسة اللي هي مرحلة الريندر. إحنا موضوع النمذجة يعني ما اتكلمناش عنها بالتفصيل رغم إن هي المرحلة الأولى، لكن هي النمذجة ببساطة أنا بحط أي نموذج أي حاجة زي ده كده، وابدا ان انا اشتغل عليه واحوله للاشكال اللي احنا عايزينها. وطبعا ديت لان هي ديت الحاجه الاطول في اي برنامج 3D اللي هي عمليه الموديلنج، فسايبها للاخر على ما ادي فكره عن كل الحاجات الاساسيه بالنسبه لبرنامج سينما 4D. بعد كده احنا بنتكلم على ان احنا نحط خامات دبل كليك كده، وابدا ان انا احط الخامه بتاعتي واحدد الالوان، احدد الديفيوجن، احدد الريفلكتنس، احدد اليومنس، اي حاجه من الحاجات ديت اقدر ان انا احددها، مثلا احدد اللون بالشكل ده كده او كده، واقول اوكي واخد اللون ده او الماتيريال ديت واحطها على الجسم بالشكل ده فيظهر لنا بالصورة دي. يبقى ديت موضوع النمذجة، ان احنا بناخد اي نموذج من دول او النماذج اللي هو ده بالنموذج 3D، او من هنا الحاجات اللي هي نماذج 2D واحولها بعد كده ل3D، زي ما هنتكلم بعد كده في دروس تفصيلية كتير جدا عن الموضوع ده. يبقى بعد كده حطينا الخامات، بعد كده بنظبط الإضاءة زي ما اتكلمنا، بعد كده بنعمل أنيميشن لو عايزين نعمل أنيميشن مثلا، حاجة مبسطة كده. احنا طبعا هنتكلم عن موضوع الأنيميشن ده بالتفصيل بعد كده. ممكن مثلا أحط هنا فيبدأ يحط الأنيميشن زي ما احنا شايفين كده بالنسبة للتايم لاين بالنسبة لنا، وأبدأ مثلا إن أنا أحركه كده وأجي عند مثلا الكي فريم رقم 10، وطب ممكن أعمل الأوتو كيينج ده عشان أضيف تايم لاين او كي فريم باستمرار، واكبر بالشكل ده، واجي هنا وارجع مثلا اصغره بالشكل ده، هنا نحركه كده او نصغره بالشكل ده، وممكن برضو نعمل اي تغييرات. بس انا عايز اعمل نموذج مصغر لفيديو او فيلم كده ان احنا نشوفه ونشتغل عليه. طيب ده لو جينا ضغطنا على ده كده طبعا هيشغله هنا عدد الفريمات. طبعا لو عايزين نزود عدد الفريمات بالنسبة لنا هدخل هنا كده واكتب عدد الفريمات اللي انا عايزها، هكتب مثلا وليكن 1000 فريم مثلا، فاشوف هلاقي هنا الصغر كده بالشكل ده، وده المساحه دي اتعبرت لي عن ال1000 فريم. فاشوف لكن فوق التايم لاين ما تغيرش نفس الفريمات اللي موجوده فيه، لكن احنا اقدر لو شديت بالشكل ده كده ظهر لي ال1000 فريم في الايه في التايم لاين. طبعا انا مش عايز اعمل كده، بس بوريكم بس ان احنا ممكن نتحكم في الموضوع ده ازاي. هخليه 90 فريم زي ما كان، وكده الدنيا انظبطت بالنسبه لنا اللي هو ايه 90 فريم. لو كده ضغطت على الايقونه ديت بتاعه التشغيل فهيبدا ان هو يتحرك لي بالشكل ده، او الانيميشن اللي احنا عملناه فيه. طيب الانيميشن ده بقى انا ستوب، عايز ان انا ايه اعمل له اظهار او اخرجه ده في صوره ايه في صوره فيلم. طبعا ممكن في كل الاحوال ادخل واعمل سكاي واعمل فلور، احط سماء واحط ارض والحاجات عشان موضوع الايه الاضاءه، لكن انا هتكلم دلوقتي عن الريندر. الريندر هدخل على القائمه بتاعت ايه الريندر. القائمه بتاعت الريندر ديت لما اضغط عليها كده هتفتح لي اختيارات كتير قوي. اول اختيار بالنسبه لنا اسمه ريندر فيو او الكنترول ار، بيفتح من الكنترول ار. والريندر فيو ده عندنا ثلاث ايقونات اهم بالنسبه للريندر ده. الاختيار الاولاني اسمه برضو كنترول ار او الريندر فيو، لما اضغط عليه بالشكل ده هيجيب لي صوره للحاجه ديت لما يتعمل لها ريندر، او لما تظهر الصوره ديت هتظهر لي بالشكل ده. يبقى كنترول ار، وده اختصار مهم قوي. يبقى اقدر اعمله من كنترول ار او اضغط على الايقونه ديت او اخش على القائمه بتاع الريندر
واشوف الحاجات اللي موجوده فيها، الاقي ايه ريندر فيو. في حاجه تانية اسمها ريندر ريجون. ريندر ريجون ديت اللي هي منطقه بس محدده، انا مش عايز اعمل ريندر لكل حاجه، مثلا لما يكون عندي اكتر من حاجه موجوده فانا عايز اعمل ريندر ريجون، فادخل على ريندر كده واضغط على ريندر ريجون بالشكل دوت كده، وهلاقي ان المؤشر بتاع الماوس اتحول زي علامه الكروس او علامه الصليب بالشكل ده، واخد احدد مثلا المساحه ديت فاعمل لي بس ريندر للجزئية ديت بس. طبعا مش باين قد كده التأثير بتاعه، طبعا هو بيتعمل مرة واحدة. هنا انا هخلي على أداة الموف احسن، فلو عايز ان انا اكرره هدخل على ريندر تاني واعمل اضغط على ريندر ريجون بالشكل ده، او ممكن اضغط ضغطة طويلة على الايقونة اللي في النص ديت فهيجيب لي ريندر ريجون اهوت بالشكل ده، واحدد المساحة اللي انا عايز اعمل لها ريندر علشان بس السرعة. يعني انا عايز بس اشوف الفكرة العامة او الشكل العام بتاعت الصورة ديت هيظهر لي ازاي لما اعمل له ريندر. طيب في عندنا الايقونة اللي في النص ديت قلنا بنضغط عليها ضغطة مطولة كده بتجيب لي خيارات كتير قوي، او لو ضغطت عليها مباشرة بتعمل لي ريندر في حاجة اسمها، شوف لو ضغطت عليها في حاجة اسمها ايه، بيكشر فيو. في البيكشر فيو اعمل لي ديت في صورة بيكشر واظهرها لي بالشكل ده، وفي النافيجيتور كده اقدر ان انا اتحرك بالنسبة لابعاد الصورة. طبعا انت شايف ان المساحات اللي جنب الصورة كلها سودة، معناها ان هي فراغ ما فيهاش اي حاجة خالص. ليه؟ لان احنا مش حاطين ارض ولا فلور ولا سكاي، ولا حاطين باك جراوند ولا فور جراوند، مش حاطين اي حاجة، هي الصورة بتاعتنا بس ايه بالشكل ده. طبعا اقدر ادخل من هنا طبعا واقدر احفظ الصوره بالشكل اللي انا عايزه، ستيل ايمج ولا في حاجه تانية بالنسبه لسلكتد فريم، احدد فريم معين ولا هي الصوره وخلاص، والفورمات بتاعنا هو التف او اخدها على اي صيغه من الصيغ بتاعتنا، ممكن البي ان جي، ممكن البي ان جي، ممكن البي اس دي صيغه الفوتوشوب، او البي اس دي، او البي اس دي بي، او البي اس بي ديت اللي هي اللارج صيغه الفوتوشوب بس اللي هي فيها ديتيلز اكتر، او اللارج فورمات، او ممكن اخد اي حاجة من الفورمات ده او الجي بيج بالشكل ده، او اي صيغة احنا عايزينها، وممكن اخدها بصيغات اللي هي الفيديو لو كان ده فيديو طبعا، ولو عملتها طبعا الصورة تنفع تكون فيديو، لكن هيكون فيديو من ايه، من فريم واحد بصورة واحدة، فيعني حاجة صعبة شوية، لكن هي الفيديو ما هو عبارة الا عن تسلسل من ايه الصور. فحدد الفورمات مثلا بتاعتي اللي هو جي بيج بالشكل دوت، والدبس بتاعنا 8 بت بالنسبة للشانلز. احنا عندنا الشانل واحده طبعا، احنا عندنا اكتر من الشانل اللي هو الار جي بي اللي هو الريد والجرين والبلو، ما علينا. الاسم بتاعه لو عايز ان انا احدد لها اسم، هو طبعا مش جايب لي موضوع ان انا ايه ان انا احدد لها اسم. ليه؟ لان احنا ممكن احنا نحدد الاسم ده في خيارات تانية هنقول ان احنا نحدده ازاي. الفريمات من الفريم كذا للفريم كذا، بس ده مش ظاهر بالنسبه لي. ليه؟ لان انا هو عندي فريم واحد بس، لان انا عامله بالنسبه للبيكشر كصوره. هتقول لي ده ما احنا عندنا 90 فريم، هقول لك بس احنا عاملين اللي هي صوره جي بيج. لو عايز ان انا اعمل بالشكل ده، لو عايز جبت مثلا ام بي 4، فهيبدا ان هو لما عملت صيغه الام بي 4 ممكن ان جاب لي الدي بي اي بالنسبه لنا، والفريم من ايه من كذا لكذا، ومش هقدر ان انا احدد الخيارات بالنسبه لده، لان ده برضو نفس النظام زي ما قلنا ان ده بيكشر فيور، ده بيجيب لي صورة واحدة. لكن لو عايز الموضوع يفرق معايا بالنسبة لي كده، يبقى لازم ادخل الاول على حاجة اسمها edit render setting. في edit render setting اضغط عليه بالشكل ده هيفتح لي الريندر سيتنج، او مش هضغط عليه واخش على قائمة ريندر واروح بالنسبة له حاجة اسمها الايديت ريندر سيتنج او الكنترول بي. يعني برضو اقدر افتح ثلاث حاجات من الشورت كات، كنترول بي او ايديت ريندر سيتنج بالشكل دوت، او الايقونه الخاصه بتاعته اللي هي ديت اللي انا رمز الترس بتاع السيتنج ده، او ممكن ضغطه كليك شمال مطوله بالنسبه للموضوع ده ونجيب الريندر سيتنج، لكن هو مش جايب هنا الايديت ريندر سيتنج فيه هنا، يبقى ده مش جايب الايديت ريندر سيتنج. يبقى في الريندر ده كده بالنسبه لنا نضغط على ده يفتح لنا دوت على طول. ده الريندر. هنشوف بقى بالنسبه لنا في الاوت بوت اهوت، هنبدا نشوف الخيارات بالنسبه لنا. طبعا الويتس والكلام ده احنا عايزين بيكسلز، اللوك ريشيو يعني بيقول لك خلي النسبه ما بين الطول والعرض ثابته، لو غيرت في ده غير في ده، عايز لوك ماشي مش عايز مفيش مشكله. الريزوليوشن بالنسبه لنا 72 كويس، اللي هو
بيكسل بير انش، او الدي بي اي، دي بي اي يختار ايه دوت بير انش او نقطه بالنسبه لايه لكل انش، فالدي بي اي اختار دوت بير انش او بيكسل بير انش بس عشان الدي اختار دوت، يبقى ديت اللي هو ايه 72. وطبعا الضبط ده بيختلف طبعا اختلافات كبيره قوي بالنسبه لنا على حسب الحاجات اللي احنا عايزين ان احنا نظهرها قدامنا. يعني مثلا حاجه ممكن في الريزولوشن ده، ممكن لو انا عايز اعمل صوره واحده، صوره مش فيديو، يبقى الفيديو دايما الريزولوشن بيكون بتاعته قليله عشان حجم الفيديو ما يزيدش زياده كبيره جدا. انما بالنسبه للصور ممكن ازود مثلا الريزولوشن، ممكن مثلا اعملها 300 مثلا، ازود الريزولوشن بالنسبه لنا 300. لو انا مثلا عايز اعمل الابعاد بتاعتي ديت بالانش مثلا عايز 8.5 في 11 مثلا، فهخلي ديت اغير ديت كده بالنسبه للايه للانشز، واخلي ديت 4، ديت اخليها 8 وايه 8.5 مثلا، مثلا 8.5 في 4 انشز مثلا، او خليها في 11 علشان يبقى لا يبقى ده خلي ديت ال 11 والهايت 8.5. فده الريزولوشن بتاعنا ايه 300. ده طبعا بيكون ايه بيكون متماشي قوي مع الايه ان احنا يدينا جودة كويسة بالنسبة لموضوع الصورة، لان الصورة هتنطبع بالنسبة للايد، فلو كان حجمها كبير مش هيفرق بالنسبة لنا. فده علشان اعمل صورة الجودة بتاعتها يكون 300 على الاقل، تكون الابعاد ديت زي ما هي كده. لو عايز اغير الابعاد ديت بالنسبة للبيكسلز تاني، فاشوف ان هو في البيكسلز اشوف اعمل لي 3300 و2550، يبقى 3300 2550 للبيكسلز هيعمل لي اللي هو 11 في 8.5 بالنسبة للانش. يعني الحاجات دي تقدر تغيرها زي ما انت عايز بالنسبة لموضوع الايمج. لو مش ايمج خليها على التغيير ايه الافتراضي بالنسبة لنا، ما لاش تكبر الريزوليوشن قوي وإلا الفيديو هيبقى تقيل جدا جدا جدا. طيب لدرجة ان يعني ممكن البرنامج ما يقدرش يخلصه لان ممكن حجمه يكون اكبر من حجم الرامات اللي موجودة عندك وممكن ما يكملش يعني. فبلاش نكبر الحاجات دي بالشكل ده لو عندنا فيديو. طيب يبقى هنصغر ده مثلا، هخليها مثلا 1280 مثلا، وهنا هنخليها 720 وليكن ده الافتراضي بالنسبة للفيديو، واغير اللي هو 300 ده اخليها 72 زي ما هو كده، ما عندناش مشكلة. الريندر ريجون ممكن اخليه انشط الريندر ريجون او اسيبه زي ما هو عشان يعمل لي ريندر بالنسبة للكل. الفيلم اسبكت بقى بالنسبة لنا اللي هو ايه، عايز اختار ال اتش دي ولا اي حاجة من الحاجات ديت، اقدر ان احنا نختارها من هنا لو عايزين فيها اي تغيير. البكسل اسبكت والحاجات ديت مش الحاجات المهمه بالنسبه لنا، المهم الفريم رينج. الفريم رينج ده حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا. لو كده انا عايز اعمل كارنت فريم، يبقى انا هعمل اكسبورت الكارنت فريم بس. لكن لو انا عايز اعمل، احنا طبعا عندنا هنا 90 فريم، فعشان اخرج الموفي بتاعي كله طبعا ملوش خلفيه زي ما احنا متفقين كده الكارنت فريم، فبدل ما الكارنت فريم اقول له اول فريم، يبقى اول فريم بس. فهي طبعا هيبدا اللي هو لوحده كده هيقول لي من فريم رقم، معلش انا خليته مانيوال، فهنا هقول له اول فريم. فشوف اول فريم هو لوحده انصبط من 0 لحد 90 لان ده عدد الفريمات اللي موجوده عندنا. طبعا اول فريم ديت ممكن تكون خادعه شويه، ان لو مثلا هنا غيرت في الفريمات مثلا خليت ده 1000 فريم مثلا، بس شوف انا ما مدتش ده، يعني احنا ما مدتش ده بالنسبه لنا كده. فشوف برضو هو ظهر من زيرو لحد ايه لحد 1000 كده بالشكل ده. يبقى اي تغيير بالنسبه لي في الفريمات لازم ايه هيظهر بالنسبه لنا لما يكون كل ايه فريم. هنغير ده تاني ونخليها 90 كده بالنسبة لنا ايه لو عايز اعمل ايه فيديو. الحاجات التانية ديت مش مهمة دلوقتي. هندخل بالنسبة لموضوع السيف، انا عايز اسيف الحاجة اللي موجودة عندي فسيف. هخش بالنسبة للفايل واضغط على الايقونة ديت، فيحدد لي المكان اللي انا هحفظه عليه بالنسبة للديسكتوب، وحدد الاسم بتاعه مثلا، فاقول ان انا مثلا هنسميه وليكن زي ايه بيكشر،
وليكن رغم ان هو فيديو يعني، المهم ان احنا سميناه ايه، صورة. هاجي على الفورمات طبعا واغير، علشان انا عايز فيديو، فخليها مثلا من الصيغ المفضلة بالنسبة لنا الاي في اي او الام بي 4. الويندوز ميديا فيديو بنات بنفضلهاش، لان هي ما بتشتغلش على الكتير من البرامج المونتاج والكلام ده، لكن الاي في اي كويسة بالنسبة لنا، والام بي 4 كويسة. الاثنين ما فيهمش مشكلة. الاي في اي بيدينا حجم كبير قوي، لكن الام بي 4 ده بالنسبة لنا هو الافضل على الاطلاق. رغم الاي في اي طبعا الريزولوشن بتاعتها بتكون اعلى، لكن ناخد الام بي 4. فالام بي 4 الدبس طبعا مش هنغير في الحاجات التانية ديت، هنسيبها زي ما هي. الالفا شانل لو عايزين نضيفها نضيفها، لو مش عايزين مفيش مشكلة. يبقى الحاجات الأساسية بالنسبة لنا الاوت بوت زي ما قلنا هنضبطها بالشكل ده، والسيف هنضبطه لازم نحدده ونحدد له اسم، ونحدد الصيغة انها هيكون ايه، صيغة فيديو. ما ينفعش ان هي، لان لو احنا مثلا انا حددت في هنا في الاوت بوت عملت ان هو هيعمل لي اول فريمز اللي هو 90 فريم، وجيت عند السيف دوت وقلت له ما تعملوش ام بي 4، خليته مثلا على صيغه الايه التف زي ما هو، او على اي صيغه من الصور الجي بي جي، فهتلاقيه هيعمل لي طبعا 90 فريم، هيجيبهم لي في 90 صوره، وتلاقي الشاشه كلها اتملت بقى ايه صور كتير كده. انما لو احنا خليناها على الام بي 4 هيعمله لي فيديو ايه، فيديو واحد. بعد كده اللي هو الايه المالتي باس، مش الحاجات الاساسيه. لو عايزين ننشطه ممكن ننشطه، وناخد مثلا سيبريت لايت لو عايزين سيبريت لايت او الكلام ده، نان او اول او الكلام ده، مش الحاجات اللي احنا بنحب ان احنا نغيره بالنسبه للمالتي باس، ما بنحبش ان احنا ننشطه. الحاجه المهمه بالنسبه لنا هو الانتي اليسنج. انتي اليسنج ديت اللي هو علشان الايدجز بتاع الايه، بتاع الصوره. الايدج بتاع الصوره ممكن ان هي تنطبع بالنسبه لايه، عندنا 3 اختيارات. نان اللي هو هتلاقي الايدجز بيكسليتد كلها بيكسلز كده، ومش هتكون واضحه خالص بالنسبه لنا. الحاجه اللي بعد كده ان هي ايه، البيست ده طبعا الافضل على الاطلاق. وطبعا بقى ليها حاجات المينيمال، المينيمم ليفل والماكسيمم ليفل والثريشولد، والحاجات دي تقدر انت تغير فيها وتزودها، وممكن تحط لنا فلتر من الايه، من الفلاتر اللي انت عايزها علشان يخلينا الصوره افضل بقدر المستطاع. من افضل الحاجات الموجوده اللي هو الكيوبيك، اللي هو بس ده بالنسبه للسيل ايمج. ممكن الجزء بالنسبه للانيميشن تبقى افضل بالنسبه لنا، لكن احنا ممكن نخليها على الكيوبيك او نخليها على اي ايه فلتر من الايه، الفلاتر. بيختلفوا شويه في الجودة، لكن مش حاجة مشكلة. ممكن الكاستم سايز لو احنا عايزين نظبط سايز معين نقدر ان احنا ندخل من هنا ونظبطه، لكن بالنسبة للانت اليسنج ده كل ده مش مشكلة. انا الحاجة الأساسية بالنسبة لنا في الانت اليسنج ان هو لما بيكون نان بيحافظ لي. طبعا الايدجز والحاجات ديت بتكون مش كويسة لو الريندر بيكونش الجودة بتاعته عالية، وبيكون الايدجز اي الحواف بتاع الصورة بتكون بيكسليتد. لكن لما اخترنا جيومتري بيدينا مرحلة وسط، يعني ايه، بيعمل لي تسوية ما بين السرعة وما بين الكواليتي، فبيكون الكواليتي إلى حد ما كويسة، وبتكون السرعة برضو سريع إلى حد ما. لكن بس طبعا بيديني أعلى جودة بالنسبة للحواف بتاع الصورة أو الإيدجز بتاع الصورة، بتكون سموث جامد، وتكون ما يكونش فيها أي بكسلة خالص أو بكسليتد اللي هي مربعات صغيرة ديت، لكن في نفس الوقت بيأثر لي على السرعة بتاعة الإيه، بتاعة الريندر. الأوبشنز ديت فيها أوبشنز كتير أوي، ممكن هنبقى نتكلم عنها بعد كده بالتفصيل علشان ما نعقدش الدنيا. اللي هو ممكن الترانسبرنسي، الريفليكشن، الحاجات ديت ممكن نظبطها بالنسبه للايه، للماتيريال. الاستيريوسكوبنج ده بالنسبه لنا برضو مش هنتكلم عنه دلوقتي، لو نشطناه برضو كده هنقدر ان احنا نظبط الحاجات بتاعنا بالنسبه لايه، الاستيريوسكوبنج اللي هي الرؤيه ثلاثيه الابعاد. موضوع التيم ريندر برضو هنتكلم عنه كمان شويه، في موضوع التيم ريندر وازاي نشطه. الماتيريال اوفر رايد لما يكون عندنا اكتر من ماتيريال، وازاي ان هم طريقة الخلطة والدمج ما بينهم، برضو مش الحاجات اللي احنا بنغير فيها بشكل اساسي. يبقى احنا بنغير بشكل اساسي في الاوت بوت، ونظبط الاوت بوت اللي هي الابعاد بتاعتنا، ونظبط احنا عايزين صورة ولا عايزين كام فريم. ده سيب الريزوليوشن غالبا زي ما هو، الا لو كنت عايز اعمل صوره واحده فايه بعلي الريزوليوشن، او لو انا بقى ماشي على اي حاجه من الحاجات اللي هي الستاندرد معينه، مثلا زي الناس اللي هم اللي شغالين على البال او الان تي اس سي اللي هي او السيكم اللي هو الحاجات اللي كانوا بيستخدموها في الاول في التلفزيونات او البرودكاست من البث التلفزيوني ايام الانالوج، التلفزيونات اللي هي التناسليه ديت. لكن دلوقتي مع الديجيتال ما عادش بيفرق ما بيننا، ما عادش بيفرق عندنا نظبط على اي قيم.
الحاجات ديت ايه اصبحت في زمن التاريخ ملهاش قيمه بالنسبه لنا يعني. طيب المهم احنا نظبط ده زي ما احنا عايزين، يبقى الاوت بوت وبعدين السيف وبعدين الانت الياسنج، دول الحاجات اللي انت هتعدي عليهم وتظبطهم بشكل اساسي بالنسبه لعمليه الايه عمليه الريندر. تاني هو الاوت بوت والسيف والانت الياس، دول الحاجات اللي عدى عليهم بالنسبه لدخل ليه بيست، وبالنسبه للسيف قلنا هنعمل فيه الحاجات ديت ولازم اغير الفورميت لو عايز اعمل فيديو، والاوت بوت هدخل واظبط فيه الحاجات ديت بالشكل دوت كده. طيب احنا ده بالنسبه لموضوع الايه، بالنسبه لموضوع الريندر. شوف كل الحاجات اللي احنا عملناها ديت بقى، لو جيت هنا ضغطت على الزر الاوسط ده هيبدا ينفذ لي كل الضبط اللي احنا عملناه. شوف كده اول ما ضغطت عليه بدا ان هو كده يشتغل ويعمل لي ريندر. شوف صوره ورا صوره هيجيبهم لي كلهم كده، هو شغال بيعمل ريندر، وفي الاخر هيطلع لي الايه الموفيز او الفيديو بتاعنا. اقدر النافيجيتور كده احدده بالشكل ده. يبقى انا مش عايز طبعا هو يكمل، فهيقول لي ما يكمل، اقول له ماشي ما تحفظش حاجه. يبقى ده بينفذ لي الاختيارات او الضبط اللي احنا عملناه هنا. يبقى اللي احنا عملناه هنا في الاخر كله لما اضغط على ده هينفذ لي بالظبط اللي احنا عملناه. خش تاني على قائمه ريندر ونشوف بعض الخيارات اللي موجوده فيها. طبعا ده ريندر تو بيكشر فيور اللي هو الشيفت ار اللي هو زي ده بالظبط كده، ماشي، برده بينفذ لي نفس التعليمات اللي احنا عملناها بالنسبه للايه ريندر سيتنج او بالنسبه للايديتنج اللي احنا عملناها هنا. طيب برده هدخل تاني على قائمه ريندر. في قائمه ريندر في عندنا حاجه تانيه اللي هي اسمها ميك بريفيو، اللي هو الميك بريفيو او الالت بي ده هنشوف كده. لو انا عايز اعمل الت بي اضغط على الت بي فيبقى اعمل لي بريفيو كده ايه في حاجه كده سريعه، بيقول لي بالنسبه للفول ريندر هلاقي ان هو في الفول ريندر ممكن فول ريندر ممكن سوفت وير اوبن جي ال بريفيو او الهاردوير، هنتكلم على الحاجات ديت دلوقتي. لكن ممكن احدد له مثلا اول فريم او اول فريم، او لو انا عايز اعمل مانوال مثلا من فريم كذا لفريم كذا هدخلهم بايديا، او ممكن اول فريم كده واخلص من الموضوع ده. والفورميت الام بي 4 والايمج سايز كده متحدد لي الايمج سايز، لو انا عايز ان احنا اغير الايمج سايز ادخل برضو واغيرها. لكن ديت ايه اللي هو الميك بريفيو بيعمل لي برضو ايه حاجه سريعه كده ممكن ان احنا نستخدمه بدل ما ادخل على السيتنج واقعد اظبط كل ده، فهو بيجيب لي الحاجات الاساسيه اللي هتفرق معايا بالنسبه لموضوع الريندر. هدخل تاني على الريندر فلاقي مثلا موضوع التاسكس، هنتكلم عن التاسكس ده بعد كده. يبقى الريندر بيكشر فيور والميك بريفيو اتكلمنا عنها، الات ريندر كيو لما يكون عندي اكتر من مشروع شغال على اكتر من مشروع، وبلاقيهم كلهم لما يكون عندي شغال على اكتر من مشروع بالشكل ده الاقيهم مفتوحين كلهم عندي في الويندوز. انا عندي طبعا مشروع واحد اللي هو انتايتل 1، لو فتحت اكتر من واحد فاقدر ان انا وانا بعمل ريندر اقدر اشتغل على اي حاجه ثانيه موجوده عندي في الايه في الخلفيه، وهو بيعمل ريندر اقدر انا اشتغل واكمل الشغل بتاعي عادي، مفيش مشكله عندنا بالنسبه للموضوع ده. طيب ده بالنسبه لموضوع ايه ده اديت ريندر سيتنج اللي احنا قلنا عليه. في حاجه اسمها انتر اكتف ريندر ريجن، الانتر اكتف ده اللي هو الالت ار، شوف بيحدد لي مساحه كده اي تغيير انا بعمله. طبعا ممكن ادخل جواها كده بالنسبه لديت ممكن ايه اكبرها او اصغرها كده، وممكن اغير المكان بتاعها كده اتحرك كده لحد ما تيجي الايد كده رمز الايد واغير فبيعمل لي ريندر مباشره. يعني ايه اللي هو انتر اكتف، انا مثلا لو جيت غيرت الخامه كده بالشكل ده ممكن اروح اغير الايه الكلر، شوف الكلر يتغير لي على طول في الريندر مباشره. يبقى ده انتر اكتف تفاعلي، كل اللي احنا بنغيره بيظهر لي مباشره في منطقه كده محدده صغيره بالنسبه صغيره او كبيره طبعا اقدر احددها ويعمل لي انتر اكتف ريندر. هتكلم طبعا دلوقتي عن حاجه تانية انتر اكتف لما نتكلم عن البرو ريندر بالشكل ده، واقدر طبعا زي ما قلنا لما تظهر علامه اليد كده اقدر ان انا احركه في اي منطقه يبدا ان هو يعمل لي ريندر مباشره. طيب كده ده بالنسبه للانتر اكتف. بنروح تاني بالنسبه للايه للريندر ماي ريندر سيتنج اتكلمنا عنهم.
التيم ريندر ماشين، لو جينا فتحنا التيم ريندر ماشين هنلاقي الحاجات اللي فيه مقفولة، وهنعرف ازاي دلوقتي ننشط التيم ريندر ماشين، او هنتكلم عنه برضو فكرة مبسطة. اللي هو الفلاش الومنيشن كاشز ديت برضو مش هنتكلم عنها دلوقتي. طبعا كده احنا اتكلمنا تقريبا عن الحاجات المهمة بالنسبة لنا بالنسبة لموضوع الريندر. هدخل تاني على السيتنج عشان اكمل الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش عنها. شوف اللي بالنسبة للريندر جايب لي حاجات كتير قوي، اللي هي اسمها مثلا موضوع الايه الستاندرد ده ريندرر، يعني المظهرات او البرامج اللي بتعمل الريندر. في برنامج او بلوجنز اساسي اسمه ستاندرد، لكن عندي اكتر من حاجه. ممكن فيزيكال، الفيزيكالز ده يشوف لما ضفته ضاف لي حاجه تحت اسمها الفيزيكال. هرجع تاني كده اشوف الستاندرد، شوف الستاندرد كان عندي كل النقاط اللي هو الاوتبوت والسيف والمالتي باس والانتي اليسنج والاوبشن والستيريوسكوبنج وتيم ريندر والماتيريال اوفر رايت. هنا لو جبت بدل الستاندرد جبت الفيزيكال، هلاقيه ان هو اضاف لي حاجه تانية اسمها الايه الفيزيكال. وفي الفيزيكال ديت عندي طبعا اوبشنز كتير اقدر ان اعملها. والفيزيكال ميزته ان هو بيعمل لي ريندر، يعني ممكن يكون ابطا شويه بس بيكون فيزيكال، يعني ايه بيكون محاكي للطبيعه او اكثر مور رياليستيك، بيكون واقعي اكتر بالنسبه لموضوع الايه الفيزيكال ريندر. وفي موضوع الفيزيكال ريندر ده لو كان شوف كده جينا نعمل ريندر كده بالشكل ده، يعني ممكن يكون الموضوع أبطأ، بس طبعا في كل الأحوال بيدينا صورة أوضح. لو كده على موضوع الانتر اكتف، بالنسبة للانتر اكتف ده اللي هو كنترول ار كده عشان ننشطه ونضغط عليه، او عشان ازيله اللي هو الت ار كده يبقى نشطه، والالت ار ازيله يبقى الت ار تشغله، والالت ار ايه تخفيه تاني ما عندناش مشكلة برضو فيه. طيب هندخل تاني على الايه على السيتنج اللي هو الايه الفيزيكال ريندر. وبالنسبه لموضوع الفيزيكال ريندر ده، يعني ايه من الحاجات اللي بتاخد وقت طويل، يعني من الحاجات اللي هي بتاخد لنا وقت طويل شويه بالنسبه للوقت. فعلشان نقلل الوقت اللي هي بتاخده، ممكن ايه عندنا بعض الايه التريكس كده اللي احنا ممكن ان احنا نعملها علشان نقلل الوقت اللي هي ايه بتاخده. ايه الحاجه اللي احنا ممكن نعملها علشان نقلل الوقت؟ من الحاجات اللي بتاخد وقت كتير قوي موضوع الايه موضوع الكلر. يعني شوف كده في النسبه للالوان بتاعتنا، في النسبه للايه للماتيريال تاني، شوف للوقت عامل ازاي كده. شوف على الفيزيكال يعني بطيء شويه بالنسبه للصوره، مثلا ممكن يكون عندي 1000 فريم، فلما ياخد لي مثلا زي ما هو اخد كده مثلا 4 ثواني هيبقى الموضوع طويل شويه، ممكن يبقى اطول من كده كمان بكتير. فممكن اخش على الماتيريال، دبل كليك كده على الماتيريال بالشكل ده، واروح الغي موضوع الايه الكلر. والحاجات اللي انا عايزها كلها احطها في الريفلكتنس. تقول لي بس الريفلكتنس اصلا ما فيش كلر بالشكل ده، اقول لك طيب احنا علشان ان احنا نضيف كلر بالنسبه له اروح على اد واضيف حاجه اسمها ايه لامبرشن اللي هو ديفيوجن ده، فهيجي كده بالنسبه لي وهيبدا يظهر عندي ايه كلر. ادخل على الكلر ده بتاعنا ونقدر ايه او واقدر ان احنا نغير في الكلر زي ما احنا عايزين اللي هو الكلر ده. او ممكن حاجه تانيه يعني ايه تكون ابسط من كده، ان انا ادخل اهوت فتح لي موضوع الكلر واقدر ان انا اغير فيه بالشكل ده ونقول اوكي، فاقدر اغير الايه الكلر. طيب ممكن طبعا لما يكون مثلا عندي كلر كده والكلر ده يعني ايه ظاهر بالنسبه لي كده، ممكن اروح على الكلر واقفل اضغط عليه كده وكليك يمين واخد منه كوبي، واروح تاني على الايه على الريفلكتنس واضغط على الكلر كده واضغط بيست، ويبقى كده حطيت الكلر بتاعنا اللي هو في الكلر شانر في الريفلكتنس. يبقى كده هقلل وقت الريندر تايم بالنسبه لي لما اكون شغال على شوف كده بالنسبه لي هيبقى الموضوع ايه اسرع شويه. لكن طبعا ايه موضوع الريفلكتنس عايز اظبط البارامترز بتاعته اكتر علشان يبقى الدنيا افضل بالنسبه لنا. ده بالنسبه للايه للفيزيكال. لو جيت نشطت موضوع الكلر تاني، شوف بالشكل ده كده، شوف الريندر هيبقى بالنسبة لنا عامل ازاي.
يعني هتبقى الصورة أوضح شوية لما يكون في موضوع الكلر، لكن برضو أقدر أروح على موضوع الريفلكتنس لما ألغي إيه ألغي الكلر، وأقدر أزود الخواص بتاعته، السبيكولار سترينث مثلا أزوده بالشكل ده، وأقدر برضو إن أنا أستغني عن الإيه عن الكلر، أتأكد كان إحنا إن إحنا لغينا التأثير بتاعه، وأقدر إن أنا أعمل إيه أعمل ريندر بالشكل ده، فهيديني الصورة ديت، يعني بيوفر لي في الوقت، مش هيبان قوي إلا لما يكون بعمل فيديو أو حاجات زي كده. هروح تاني على الإيه ريندر سيتنج، يبقى ده الفيزيكالز ده بالنسبة لنا ممكن إحنا نظبط فيه حاجات كتير، وأحاول إن القيم بتاعته لما زودتها ما زودتهاش قوي علشان ما تقليش موضوع الريندر ويستهلك لي وقت، ياخد وقت أكتر كتير جدا. فهنشوف بقى من الحاجات الريندر الحاجات التانية الموجودة، يبقى عندنا ستاندر وعندنا فيزيكال، في حاجة اسمها سوفت وير اوبن جي ال والهارد وير اوبن جي ال. موضوع السوفت وير اوبن جي ال والهارد وير اوبن جي ال من الحاجات اللي هي يعني ايه عامله لنا مشكله شويه، لان الفرق اللي فيها مش واضح قوي، لكن هقول دلوقتي الفرق بين الاثنين. السوفت وير هو بيعتمد على السوفت وير بتاع الجهاز، بيحاول ان هو يستخدم الاوبن جي ال، الاوبن جي ال اللي هو الاختصار اللي هو الجرافيك لايبرري، ده صيغه كده من صيغه البرمجه او لغه برمجه، او بيسموها كروس لانجويج او كروس بلاتفورم ابلكيشن بروجرام انترفيس، اللي هي بتروح تخلي البروسيسور بتاع الجهاز او الجرافيك بروسيسور بالنسبه لنا بيكون ايه اسرع، وطبعا بنستخدمها بيستخدموا الصيغه ديت علشان يعمل ريندر للايه للفيكتور ايمج سواء في 2 دي او في 3 دي. ما علينا، المهم ان السوفت وير لو جينا نشطناها بالشكل ده، شوف السوفت وير لو ضغطنا عليها كده هيجيب لي الاوبشنز ديت، لو جيت ضغطت على انهانسد اوبن جي ال فهيجيب لي الترانسبيرنسي والشادوز والبوست افكتس والنويز الريفليكشنز والحاجات ديت، لكن شوف لو جيت ضغطت على الهاردوير، الهاردوير بقى بيروح يأثر لي على الجرافيك بروسيسور اللي موجود عندك على الجهاز، وممكن تنشطه ببساطة ويبقى يديلك نتائج. طبعا شوف الخيارات بتاعته اكتر كتير من السوفت، يعني فيه كل الخيارات بتاع السوفت لكن بيكون افضل، فيه اختيارات تانية واوبشنز تانية اكتر كتير، لكن المشكلة بتاعته ان لو الرامات مش كبيرة او البروسيسور مش قوي قوي بيعمل لها مشكله، ممكن الريندر ما يكملش. يبقى ده الهاردوير اوبن جي ال والسوفتوير اوبن جي ال. في حاجه مهمه تانية اسمها البرو ريندر، ده خليها في النهايه بعد كده، اللي هو السينيمان. السينيمان ده يعني من الحاجات برضو اللي احنا بنستخدمها، شوف فيه الحاجات الاساسيه اللي هي الاوت بوت والسيف والمالتي باس والماتيريال اوفر رايد. ادي السينيمان كده لو جينا ضغطنا عليه، ممكن اشوف بالنسبه للترانسليشن بالنسبه لنا والكواليتي والفيتشرز و الجي اي او جلوبال اليمنيشن والادفانسد، يعني في حاجات كتير قوي ممكن ان احنا نضبطها بالنسبه للسينمان، وديت من الحاجات الجديده اللي اضافت بالنسبه للسينما 4D، وبرده بيدينا جوده كويسه وسرعه يعني مش بطاله بالنسبه لموضوع الايه الريندر. لكن طبعا الحاجات لما اكون عايز اظبط في الجلوبال اليمنيشن وفي حاجات ادفانسد كتير ممكن ان احنا نظبطها فيه ونستخدمه مع لما نكون بنعمل سينز كبيره وفيها تفاصيل كتير، ممكن استخدم الايه السينيمان زي ما هو واضح من اسمه. ما يكون عندي سينز كتير او شغال على حاجات احجامها كبيره، ممكن ان انا وعايز كواليتي عاليه ممكن استخدم السينيمان. الاخير اللي هو البرو ريندر هنتكلم عنه، هوت البرو ريندر دوت من الحاجات اللي هو بيدينا طبعا امكانيات عاليه جدا. شوف انا هعمل الاول ريندر من قبل وبعد، شوف على الستاندر هعمل ريندر كده اللي هو ريندر فيو، شوف ده حصل الريندر بالشكل ده. هخش تاني على الايديتنج واجيب البرو ريندر برو، يختصر بروفيشنال المحترفين، فكده بعد ما نشطته بالشكل ده، واجي اعمل بريفيو. بطيء طبعا كتير، لكن هيعمل لي ريندر بشكل افضل كتير قوي، يعني ده الريندر ده مختلف تماما عن التاني بالنسبة له حاجات بسيطة مش محترفين قوي زي ده، انما ده طبعا بيعمل ريندر كأنه فعلا
حاجة حقيقية في الرياليستيك وورلد أو العالم الواقعي. فالبرو ريندر ده بالنسبة لنا حاجة كويسة. لو جينا بالنسبة للبرو ريندر كده، شوف البرو ريندر بالنسبة لنا هتلاقي كده في الإيه، في البورت فيو في عندنا حاجة اسمها البرو ريندر. لو جيت كده ضغطت على البرو ريندر كده وقلت له ستارت البرو ريندر، فهيبدأ لي الستارت البرو ريندر. شوف فتح لي شاشة كده مختلفة بالنسبة لنا كده، فهو بيقول لي ايه حصل ايرور بالنسبة لي وهو بيشغله. يعني المهم الستارت ريندر، شوف كده ستارت برو ريندر والكواليتي اللي هو الايه البريفيو. فلو قلت له ستارت برو ريندر من الحاجات عشان يعمل لي ريندر في نفس الايه في نفس الوقت، وانا عندي مشكلة في مع البرنامج معاه، لكن ده هيعمل لي immediate ريندرينج، يعني تغير الوضعية بتاع الشاشة مثلا في بالشكل ده كده، هتلاقي يحصل لك ريندر في نفس الايه في نفس الايه الوقت ده. البرو ريندر لما بيشتغل بالنسبة لان هو كان شغال في مشكله دلوقتي مش عارف هي ايه هي اللي منعاه ان هو يشتغل، لكن زي ما قلنا المميزات بتاعته ان هو بيعمل لي ريندر في نفس الايه في نفس الوقت مهما اغير الفيو، بل ايه هو يعمل لي ريندر في نفس الوقت. يعني مثلا زي ما انا بحرك كده الفيو، هل ايه برضو يعمل لي ريندر في نفس الشاشه. طيب تقول لي ايه الفرق بينه وبين الايه وبين الانتر اكتيف. الانتر اكتيف ده بيكون ثابت على منطقه معينه بالنسبه لي كده، لو جيت ضغطت على الانتر اكتيف بالشكل ده هيعمل لي ايه ريندر على منطقه معينه، لكن لما اغير الفيو بالشكل ده شوف كده ما عادش ايه هو ثابت عند منطقه معينه بس هو جايب ديت. انما البرو ريندر لما يكون متنشط كده اللي هو ستارت برو ريندر ده، لا مهما غير هو بيعمل لي ريندر في نفس الوقت immediately بالنسبه للايه بالنسبه للشاشه كلها. فده بالنسبه لنا بيبقى افضل. ديت الحاجات بتاعت الايه بتاعت الريندر. انا عارف ان ممكن يكون الموضوع كلكع مننا واتكلمنا عن حاجات كتير او تهت مني، لكن هرجع تاني الخص كل اللي قلته. احنا عندنا الاول اللي هو الستاندر ده، الحاجات الاساسيه اللي هو الاوت بوت والايه والسيف والانتي الياس، دول الحاجات اللي احنا بنظبطهم. والاوت بوت والسيف دول موجودين في كل انواع الريندر، يعني شوف كده في الستاندر في الفيزيكال برضو هتلاقي الاوت بوت والسيف وضاف للفيزيكال، وكل الحاجات التانيه موجوده. فالفيزيكال اضافه، السوفت وير اوبن جي ال شال لي كل حاجه بس حافظ لي برضو على الاوت بوت والسيف. هنا الهارد اوبن جي ال برضو هو الاوت بوت والسيف موجود في كل حاجه. هنا البرو ريندر زي ما احنا شفنا برضو الاوت بوت والسيف والبرو ريندر اضيف ليهم. لو جيت اللي هو السينمان برضو الاوت بوت والايه والسيف واضاف لي سينمان. فدول انواع مختلفه من الريندر، افضلهم طبعا على الاطلاق اللي هو البرو ريندر، بيعمل لي ريندر افضل كتير، لكن طبعا على حساب السرعه والوقت بتاع الايه بتاع الريندر. في الريندر بس انا مش هطول اكتر من كده علشان الدرس ما يبقاش صعب. في حاجه اسمها الايه الايفكت. الايفكت ده يعني ايه حاجه بتضاف بعد ما بيحصل ريندرنج، المفروض كطبقه كده بتنضاف بعد ما بيحصل الايه الريندر. فلو ضغطنا على الايفكت كده هلاقي فيه حاجات كتيره قوي بالنسبه لنا. لو ضغطت عليه ممكن هلاقي حاجه اسمها كلر كوركشن، ازاي اعمل تصحيح الالوان والكلر مابنج، خريطه الالوان والهير ريندر والحاجات ديت. في حاجات كتير قوي ممكن ان احنا نضيفها. لو ضغطت عليه كده يمين ممكن اضيف ليه حاجات تانية كتير. لو ضغطت عليه كده ممكن ان احنا نتعامل معاه بعد كده ونشوف ايه الخواص بتاعته. وده هيكون درس طويل وهنتكلم فيه عن الجي اي او الجلوبال الومينيشن، وده في الدرس القادم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.